من لندن ينضم إلينا مراسل الحدث مصطفى زارو. أهلا بك معنا مصطفى، لك أن تطلعنا على التفاصيل إن كانت هناك أي معلومات عن الوصول ممن تم إجلاؤهم من البداية بعد الدبلوماسيين طبعا من الجالية البريطانية في السودان. أول رحلة حقيقة أقلعت من مطار بضواحي العاصمة الخرطوم باتجاه قبرص، حيث يعني قاعدة عسكرية بريطانية هناك، ومن ثم سيتم تنظيم رحلات مدنية فيما بعد لنقل هؤلاء إلى المملكة المتحدة. حتى هذه اللحظة لم تكشف السلطات المحلية عن العدد ممن سيتم إجلاؤهم في الوقت الراهن، لكن بحسب التقديرات بأنه ربما ما بين 120 إلى 200 شخص في الرحلة الأولى، بانتظار إرسال المزيد من الطائرات العسكرية البريطانية لإجلاء العالقين البريطانيين ممن يحملون يعني جواز بريطانيا أو يعني لديهم جنسية مزدوجة. بالطبع الأولوية ستكون فقط للعائلات التي لديها أطفال وكبار السن، وأيضا ممن هم بحاجة إلى عناية طبية في المرحلة الأولى، وبالتالي سيتم إرسال رسائل إلى هؤلاء العالقين في السودان ونصحهم بالتوجه إلى المطار التي ستقلع منه الطائرة العسكرية. لكن لا يعني بحسب هذه الرسائل ربما تلقت وزارة الخارجية ما يقارب من 6000 رسالة نصية أو متبادلة بين وزارة الخارجية وهؤلاء العالقين، وبالتالي لا نعرف العدد الحقيقي، لكن بحسب التقديرات لوزارة الخارجية بأن هناك ما يقارب من 2000 بريطاني عالق حاليا في السودان، وربما هذا العدد سيزيد بحسب بعض التقديرات الأخرى تقول ربما العدد ربما سيصل إلى 4000. وهؤلاء ليس كلهم يريدون مغادرة السودان، ولكن الغالبية العظمى سيتم توفير رحلات خاصة لهم في خلال هذه الأيام، يعني أيام الهدنة التي تمتد ل 72 ساعة. وبالطبع شهدنا من قبل هدن تم خرقها، وبالتالي الحكومة البريطانية حرصة جدا على أن تتعامل مع الوضع الراهن بشكل لا يطاق، خصوصا وأن ربما العملية الإجلاء ربما تتغير. نعم. بسبب اضطراب ما أو بإطلاق يعني مصطفى عيارات نارية في هذه المرحلة الحرجة. مصطفى، هل هناك توضيح من الخارجية البريطانية بأنها اقتصرت لعمليات الإجلاء فقط على المواطنين البريطانيين؟ هناك دول أخرى قامت بإجلاء كل من يريد الخروج من السودان، ليس فقط تقتصر المسألة على جنسية محددة. هذا ما أكدته وزارة الخارجية، بأن الأولوية لمن يحملون الجواز البريطاني، ويجب التذكير بأن عدد الرعايا البريطانيين هم أعلى بكثير مقارنة بفرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو دول أوروبية أخرى، عدا بالطبع الولايات المتحدة التي لديها بحسب التقديرات 16000 مواطن أمريكي حاليا في السودان. وبالتالي الاهتمام في الوقت الحاضر بسبب الانتقادات المتزايدة سواء من قبل أحزاب المعارضة أو حتى من قبل هؤلاء العالقين. نعم. في السودان الذين يرون بأن الحكومة تخلت عنهم في هذه المرحلة، ولكن بالطبع أعطت الأولوية يعني قبل يومين لفريقها الدبلوماسي الذي تم إجلاؤه في وقت مبكر من صباح الأحد. نعم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.